راح نبلش معاكم اليوم فقرة جديدة راح تكون معنا واللي هي فقرة الترند الطقس، لنحكي أكثر عن الأحداث اللي صارت بشهر واحد في يعني خلينا نحكي مثل هذا الشهر من سنين مرت علينا، سنين ماضية مرت علينا، ونشوف شو أهم الأحداث الطقسية. خليكم معنا يلا. يعني أكيد مشاهدينا الأعزاء راح نبلش معاكم بعاصفة ثلجية قوية على إسبانيا بتاريخ 8/1/2021. طبعا شهدت إسبانيا تساقطا كثيفا للثلوج نتيجة تأثر البلاد بالعاصفة الثلجية فيلومينا، هيك الاسم تبعها، والتي غطت العاصمة الإسبانية مدريد بأعنف تساقط للثلوج مر على المدينة منذ عقود من الزمن. وطبعا لقي 4 أشخاص مصرعهم خلال هاي العاصفة الثلجية، وتحركت فرق الإنقاذ لمساعدة سائقي السيارات المحاصرين نتيجة إغلاق الثلوج للعديد من الطرق. وطبعا مشاهدينا الأعزاء أغلق يعني مطار برخاس في مدريد، وقالت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية إن هذا كان أكبر تساقط للثلوج بالعاصمة الإسبانية مدريد منذ عام 1971. وطبعا اكيد مشاهدينا الاعزاء بنحكي بتاريخ 22/1/2021 فيضانات باندونيسيا. تقريبا 166 شخص لقوا حتفهم خلال كوارث طبيعيه مختلفه تعرض لها اندونيسيا منذ بدايه عام 2021، السنه اللي احنا موجودين فيها. طبعا تضمنت زلازل، عواصف، انزلاقات ارضيه، فيضانات كان اسواها مشاهدينا الاعزاء فيضانات جنوب كليمنتان، طبعا حيث لقي تقريبا 15 شخص حتفهم، تضرر أكثر من 100,000 شخص آخرين. وب 22 يناير 2021 الفيضانات اجتاحت مشاهدينا الأعزاء 8 مناطق بأندونيسيا، في مدينة بالتحديد بمدينة ماناداو، يا رب أكون أقرأ الأسماء هاي المدن صحيحة، يعني التابعة لمقاطعة سلاويزي، هيك اسم المقاطعة، توفي على أثرها أكثر من 3 أشخاص. ايضا مشاهدينا الاعزاء بتاريخ 8/1/2021 خسف ارضي في نابولي، طبعا وقع انهيار ارضي في موقف للسيارات التابع لمستشفى بنابولي ايطاليا، وهذا الانهيار ابتلع الاشجار والسيارات اللي كانت عليها. طبعا ما خلف بحمد الله سبحانه وتعالى يعني زي ما بيقولوها اصابات او خلينا نحكي خسائر بالارواح، هيك مشيئه الله سبحانه وتعالى الحمد لله. وايضا ما اثر على اي من التجهيزات الحيويه بالمستشفى، الى انه تسبب بانقطاع الكهرباء والمياه عن المستشفى لفتره وجيزه. وطبعا هذا الانهيار اعتبر حادث جيولوجي مائي، يعني بيقول لك السبب انه صار هذا الانهيار نتيجه تسرب مياه الامطار اللي شهدتها المنطقه، مما ادى الى هذا الانهيار وظهور حفره بعمق حوالي يا اخوان 66 قدم ومساحه 21.527 قدم مربع. من مدينة نابولي الإيطالية إلى كوكب اليابان، وبالتحديد بتاريخ 1/1/2020 مشاهدين الأعزاء استقبلت اليابان العام الجديد بعاصفة ثلجية شديدة تراكمت خلالها الثلوج إلى ارتفاع يتجاوز 2 متر تقريبا، وقد أدى هذا التراكم الكثيف للثلوج إلى إغلاق الطرق وانقطاع السبل بالآلاف من السائقين، كما تم تعليق ما لا يقل عن 140 رحلة جوية يعني تقريبا. فقرة ترند الطقس لا يعني هذا اليوم هيك كانت معنا، أخذناكم جولة سريعة بأهم الأحداث الجوية اللي حصلت بشهر 1/2021.